السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديو القناة ديالنا الصولو اس في تي. اليوم ان شاء الله غادي نكملوا التصحيح ديال مباراة الاسبيتس ديال 2019. نبداو على بركة الله. كنا ديجا في الفيديو رقم واحد صححنا ربعة الاسئلة الاولين، ودابا غادي نحاولوا نديروا التصحيح ديال ربعة الاسئلة الثاني. لا مومبران انترن دو لا ميتوكوندري اي كونستيتي دو وبلاد des transporteurs d'électrons, des protéines, des balles de renflées ou des queues. دابا هنا السؤال رد البال، راه هنا كيف ما وقع في السؤال يعني اولا في الفيديو اللي سبق، السؤال هنا كيفاش يكون؟ تبع كيقول لك كوشي لا او لي بون ريبونس، يعني اختار الجواب اولا الاجوبه الصحيحه، يعني يقدر يكون واحد اللي صحيح او لا جوج اللي صحاح او لا ثلاثه اللي صحاح او لا اربعه اللي صحاح. هنا باش ناخذ فكره، الا خدينا الميتوكوندري عنده مومبران اكسترن وعنده مومبران انترن، وهذا المومبران انترن فيه واحد لي كريت، واحد الاعراف، مفهوم؟ الوغ الا شدينا هذا المومبران انترن وكبرناه شنو كنلقاو فيه؟ تبع معايا، الا خدينا واحد جزء من هاد المومبران انترن وكبرناه شنو كنلقاو فيه؟ كنلقاو فيه دونك بحال هكا، كنلقاو عنده واحد لي بزاف ديال لي بروتيين مقارنه مع المومبران اكسترن. دونك هاد لي بروتيين هما اللي كيتنقلوا فيهم الالكترون، دونك هادو سون دي ترونسبورتور دي الكترون. زائد كتكون عنده هنا الكره ذات شمرخ، مفهوم؟ الكره ذات شمرخ او نيفو دو لا مومبران انترن. اذا الى رجعنا هنا، يتكون الغشاء الداخلي من مثل نواقل الالكترونات، وي كاينين دي ترونسبورتور دي الكترون، دونك غادي نختارو ا دي بروتيين. وي المومبران انترن فيه لي بروتيين، فيه لي ترونسبورتور دي الكترون، فيه الكره ذات شمرخ لي بال او بيان دي بال افيك دي رونفلي، وفيه لي كو او لي كريت او الاعراف. اذا ا و بي و سي و دي كلها اجوبه تعتبر صحيحه. علاش؟ لانها بين العناصر المكونه للمومبران انترن ديال الميتوكوندري. جيد، الى مشينا للسؤال 6، ما معنى اي تي بي؟ مفهوم اي تي بي يعني شنو؟ دونك ا تي بي، بي تو سامبلومون هذه كتعني فوسفات، تي دونك هذه كتقدر تكون اي تي بي، وكتقدر تكون ا دي بي، وكتقدر تكون ا ام بي، مفهوم؟ الوغ شنو كتعني ا ام بي؟ ام بي كتعني مونو فوسفات، ام كتعني مونو، مونو هي واحد، دي ا دي بي، دي كتعني دي فوسفات، والتي كتعني تري فوسفات. اذا ام ودي والتي كيعنيو العدد، مفهوم؟ ادينوزين، دونك هنا لي شتو الاختيارات كاملين عندي تري فوسفات، دونك تري فوسفات، هاد تري فوسفات صحيحه. تري بروتيين مثلا هنا كيقول لنا بي، كيقول لنا تري بروتيين ماشي تري بروتيين. ادينوزين تري بولير ماشي تري بولير، تري هيدروجين ماشي تري هيدروجين، واخا ما نكونش عارف شنو كتعني ا، مفهوم؟ ولكن هنا حيدت، عارف بي كتعني فوسفات، هنا حيدت ثلاثة الاختيارات وبقى لي غير الاختيار ا هو الاختيار الصحيح، ادينوزين تري فوسفات، مفهوم؟ لاحظ انا عارف تري، تي كنعرفها كتعني تري، وهنا كاملين داروا لي تري، ولكن تري بولير تري بروتيين تري هادو كاملين ماشي هما، مفهوم؟ ا كتعني ادينوزين، مفهوم؟ تري فوسفات، تي كتعني تري فوسفات، اذا الاختيار ا هو الاختيار الصحيح. تنتج الخلية الطاقة من، واش يعني الخلية غتنتج الطاقة؟ واش انطلاقا من جزيئات الفوسفات، انطلاقا من المادة العضوية، انطلاقا من اليخطور، او لا انطلاقا من البروتينات؟ الوغ هنا البروتينات تقوم بتركيب المادة، او لا عفوا اليخطور يقوم بتركيب المادة عضوية، وان وليس يعني انتاج الطاقة. اذا ركزوا معايا مزيان في السؤال، فالسؤال تيقول لك تنتج الخليه لا سيليل برودوي دو لينيرجي ا بارتير دو، الخليه كتنتج الطاقه انطلاقا من،
فاش كنقول لك هنا البروتينات الخلية راه تركب البروتينات، كتصايب البروتينات. اليخضر ماشي انطلاقا منه، ماشي انطلاقا من اليخضر كتنتج الطاقة، لا، اليخضر يساهم في تركيب المادة العضوية وليس انتاج الطاقة. ولكن هذه المادة العضوية التي تركبها الخلية هي التي ستقوم من خلال عملية الهضم ولا الهدم ديالها، يعني الهدم ديال المادة العضوية بإنتاج الطاقة، وبالتالي فالاختيار بي هو الاختيار الصحيح. الاختيار الصحيح هو الاختيار بي، ليست جزيئة الفوسفات. دونك هنا الفوسفات هو فقط يركب الطاقة، يحدد، هو محدد للطاقة. فاش كنشوفوا مع الادينوزين، كنشوفوا الادينوزين مع الفوسفات، كنقولوا راه تما كاين الطاقة، ولكن ليس انطلاقا من الفوسفات، هو وسيلة وليس انطلاقا منه. فالمادة او يعني علاش حنا تناكلو؟ دونك اون مونج بوغ افواغ دو لينيرجي، كناكلو باش نحصلو على الطاقة. شنو غناكلو؟ كناكلو المادة العضوية. إذن هذيك المادة العضوية تحتوي على الطاقة، وبالتالي الخلايا ديال الجسم ديالنا تنتج الطاقة انطلاقا من المادة العضوية التي نتغذى عليها، وبالتالي لا ماتيير اورغانيك، دونك لا سيلين برودوي دو لينيرجي ا بارتير دو لا ماتيير اورغانيك. لا كيستيون 6 او بيان لا كيستيون 8، لا ريسبيراسيون سوفي دون ان ميليو. لا ريسبيراسيون، لوسكون بارل دو لا ريسبيراسيون، سي كلكو شوز كي اون ريسبير. لا ريسبيراسيون الي توتالمون ليي ا لا بريزونس دو دو او بيان دو ديوكسيجين، دو ديوكسيجين. اذا يحدث التنفس في وسط هوائي، وي وسط هوائي، دونك ا صحيحه، مفهوم؟ ا الاختيار ا صحيح. وسط غير هوائي لا، ما تيحدثش فيه التنفس، مفهوم؟ ما تيحدثش التنفس، دونك دي غلطه. وسط هوائي ووسط غير هوائي لا، فقط في الوسط الهوائي تما فين تيحدث التنفس. بالنسبه للدي فقط قال بينها، وبالتالي فالاختيار الصحيح هو الاختيار ا وحده هو الاختيار الصحيح. وحد لهنا كينتهي هذا الفيديو ديالنا، نلتقي في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.